البارح وليد ركراكي في الندوه الصحفيه اللي عقدها قبل مواجهه للمنتخب انغولا بدا كيطلق علينا السلوكيه وبدا كيخربق علينا في بعض النقاط، ومن اهم النقاط مثلا المنادات على سوفيا الرحيمي، وثاني نقطه على الاختيار ديال المباريات الوديه ديال المنتخب. وهنا بزاف ديال المغاربه اللي سمعوا الندوه الصحفيه ديال وليد ركراكي ما ردوش البال هاد جوج ديال النقاط هادو بالتحديد، وانا غادي نهضر وغادي نفصل نقطه بنقطه. ونبداو بالنقطه الاولى واللي متعلقه بسوفيا الرحيمي. البارح ملي الصحفي سول وليد ركراكي على سوفيا الرحيمي وقال له شنو هو السبب اللي خلاك تعيط على سوفيا الرحيمي، كانت الاجابه ديك الساعه ديال وليد ركراكي باللي السيد تالق بزاف مع فريق العين الاماراتي، وزاد عاوتاني كان كيطبع على واحد المستوى اللي ممتاز في دوري ابطال اسيا، هادشي اللي خلاه يعيط له بالتحديد. ولكن اذا جينا نشوفوا هادشي اللي قالوا واش منطقي ولا غير منطقي، فبالنسبه ليا شخصيا كنشوف هادشي غير منطقي نهائيا، لان سوفيا الرحيمي بعد الانتقال ديالو لفريق العين الاماراتي راه من ديك الساعات هو كيقدم واحد المستويات اللي كبيره بزاف، وسوفيا الرحيمي ديك الساعات كان دائما كيسجل وكيصنع الاداء مع فريق العين الاماراتي. يعني اللي بغيت نوصل لكم باللي المساله ديال المنادات على سوفيا الرحيمي المنتخب المغربي كان بعد ضغط كبير ديال الجماهير المغربيه، كان بعد واحد الضغط اللي كبير مع الجماهير المغربيه، وثاني حاجه الضغط ديال اللاعب اللي كان كيتالق بزاف مع الفريق ديالو. وزيد عاوتاني باش نفكركم في الندوات الصحفيه اللي كانت قبل، كانوا دائما الصحفيين اللي كيسولوا وليد ركراكي على سوفيا الرحيمي فهو دائما كيعطي واحد الانتقادات اللي غير منطقيه نهائيا، منه مثلا كان تيقول لك باللي راه كيلعب في الخليج، مره كان كيقول الناس باللي راه تزاد شويه في الوزن، وهاد الاسباب هادو غير منطقيه، وخصوصا ديك الساعات كان اللاعب كيتالق بزاف. وزيد عاوتاني واحد الحاجه اللي قالها وليد ركراكي في هاد الندوه الصحفيه، قال باللي عجبو الحال ملي شاف سوفيا الرحيمي ما كيهضرش، يعني واخا كان تيظلم وما كيعيطلوش المنتخب المغربي بس السيد بقى ساكت وما بقاش كيهضر على حقه. ولكن السؤال اللي غادي نطرحه على وليد ركراكي، واش هادشي اللي درتيه سوفيا الرحيمي كنتي درتيه الحكيم زياش ولا مثلا العدلي ولا باقي اللاعبين ديال المنتخب المغربي، واش كانوا غادي يبقاو ساكتين؟ لان اذا جينا نشوفوا نفس السيناريو كان وقع الحكيم زياش مع خليل وزيش، فاللاعب ناض تهجم على المنتخب وناض اعتزل كاع، اما تمشي ما تبقاش تعيط له المنتخب المغربي فهو ما غاديش يبقى يجي ليه نهائيا. اما من ناحيه سوفيا الرحيمي حيتاش هو مغربي حتى النخاع، فهو دائما كيقول اذا جات مرحبا ما جاتش خيرها في غيرها. اما من ناحيه اللاعبين الكبار ديال المنتخب بحال حكيم زياش ولا ابراهيم دياز ولا باقي اللاعبين، فهاد اللاعبين هادو ديجا فاردين راسهم في المنتخب المغربي. وانا غادي نمشي نهضر على واحد النقطه الثانيه واللي مهمه بزاف واللي هضر عليها وليد ركراكي، واللي هي الاختيار ديال المنتخبات اللي غادي نواجهوها. وليد ركراكي البارح قال بالتحديد على هاد المساله هادي، بلي المساله ديال الاختيار ديال مواجهه انغولا ومنتخب موريتانيا جا لان هاد المنتخبات هادو داروا نفس المستوى ديال المنتخب المغربي. ولكن عاوتاني اللي ما كيعرفش سي وليد ركراكي، راه الجوده ديال اللاعبين اللي عند المنتخب المغربي ماشي هي نفسها عند المنتخب الموريتاني ولا منتخب انغولا، وباش تقارن المنتخب المغربي بهاد جوج ديال المنتخبات فانا ما تيكونش عندك واحد التفكير لبعيد المدى، لان لا مقارنه بين جوج ديال المنتخبات داروا المفاجاه، ومنهم المنتخب الموريتاني اللي بقى كيتاهل غير بستارتير، المنتخب كيمتلك اجود اللاعبين في العالم. وانا كنظره شخصيه كنشوف بلي المنتخب المغربي في الاختيارات ديال المباريات الوديه فهو دائما خاصو يواجه اقوى المنتخبات اللي كاينين في افريقيا، وعلى سبيل المثال خاصو يبقى يواجه نيجيريا والكاميرون والكوت ديفوار. اما تجيب لي مثلا بحال المنتخب الموريتاني وتضربوا بشي 5-0، او لا تجيب منتخب انغولا وتضربوا بشي 4-0، والمغاربه عاوتاني يبداو يطبلوا المنتخب المغربي وينساو باللي راهم تقصاو من الدور الثمن النهائي، فهذه واحد الحاجه اللي غير منطقيه نهائيا، لان بالنسبه لي نص الكاسيطه كدور، لان انا كنشوف دائما كنتقصاو من الدور الاول كاس امم افريقيا، مره كنواجهوا منتخبات ضعيفه وكنضربوهم باربعه ب5-0، ومورا عاوتاني كنديروا واحد التصفيات اللي ممتازه لاننا كنواجهوا منتخبات اللي ضعيفه، ومورا عاوتاني كنجو كاس امم افريقيا وكنبقاو نتقصاو مع البنين وجنوب افريقيا. المقبل مسائل الفيديو بطلكم مطرات، وعطوني الراي ديالكم على هاد جوج ديال النقاط بالتحديد. ويلا فتي كان معكم حفيظ وتهلا.